سمي شخصا تحب أن تناديه باسم الدلع. سمي لي هذا الشخص منه. ابني. ابني ولدي ك... خلينا نشوف. نعم وهو أفضل وأقوى احتمال، وأنت من حقك أن تقرر مع من نلعب، معكم أم معهم؟ ويانا إن شاء الله. فضل أخ آدم، دكتور آدم، وأهلا أخ عمار، أهلا وسهلا. ومارتن. نعم. مارتن سمي لي شخص تحب أن تناديه باسم الدلع. زوجتي مثلا. زوجتك، خلينا نشوف. زوجتي. صح. ألن سمي لي شخصا تحب أن تناديه باسم الدلع. ولدي، زوجتي، و الحبيبة. ممكن الحبيبة، خلينا نشوف. الحبيبة، أنا ما متزوج، عندي حبيبة، وستفزع زوجتي وأدلعها إن شاء الله. إذا باقي أربع احتمالات. ومايكل. مايكل صديقي. صديقي ممكن أدلعه؟ أي. صح، برافو مايكل. ونرجع مرة أخرى على الدكتور آدم. دكتور آدم، أخي أو أختي. أخوي أو أختي. أخي أو أختي. شقيقي أو أهلا. نعم حلو. مارتن باقي احتمالين، يلا. يعني احتمال والدتي. ممكن أن تكون والدتي، أسميها باسم دلع. موجود؟ لا خطأ، لأنه لربما المرأة هنا لربما يعني يوم كذا مو باسمها. يعني ما أعرف. أكو ناس فعلا يحبون أن ينادون أمهاتهم باسم دلع. ألن ممكن أبناء أخوي أو خواتي، هذول الأشخاص. ممكن أبناء أخي أو أبناء أختي. خلينا نشوف، بالله موجود أيضا.